غلط ما بعرف شو بدي لكم. هلا يمكن انا ما صار لي زمان بعرفكم، معرفتنا جديده، بس سبحان الله ما بعرف ليش ارتحت لكم وانشرح صدري لكم، وانا حاسه انكم ناس كويسين ومصدر ثقه وممكن اعتمد عليكم ولاد بلد كمان، لانه انا تعبت من التفكير لحالي ومحتاجه حدا يشاركني وجعي. مشكلتي بلشت وقت نجحت بالبكالوريا ورفضوا أهلي يسجلوني بالجامعة. بلحظة قررت إني أهرب من البيت، ما كان عندي حل تانية، ما كان بدي يصير فيني مثل ما صار بأختي لين قتل كل شي فيها وصارت مجرد خدامة بالبيت. ساعدني ابن جيراننا وجابني على الشام وسجلني بالجامعة وسكنني بأوضة بالآبو. هلا هو كان عم ينام عند رفقاته، بعد فترة قال لي إنه هو ما عاد قادر يتحمل مصروفي ومصروفه فتركته، وصرت أدور على شغل بمحلات ثياب نسائية لحد ما لقيت شغل عند مرة اختيارة. شرحت لها وضعي وحكيت لها قصتي، قامت فهمت وقبلت إني نام بالمحل. ضليت على هاي الحالة شي 3 شهور، بردانة وخايفة ووحيدة لحد ما تعرفت على عيسى صاحب الكافتيريا اللي حكيتي لنا عنه. ما الشخص الوحيد اللي وقف جنبي وحبني كتير. وعيسى بيعرف بالقصة؟ لا، خفت إلا يقوم يستغنى عني ويعمل مثل ما عمل ابن جيراننا. قلت له اني انا من عيله فقيره، كنا بالشام ورحنا على ادلب، وانا اجيت لهون لحتى ادرس واشتغل. قام هو انبسط وحب اصراري على الدراسه وصرنا نلتقى كل يوم. طب ما سالك وين ساكني؟ طبعا قلت له اني عم نام بالمحل لانه ما معي ادفع اجره اوضه. قام امل لي سكن بالمدينه الجامعيه. طيب وطلال شو قصته؟ طلال؟ آخ من طلال. طلال كان ساكن عنا بالحارة، ولما أنا هربت وصار يدور علي وحكى له لطلال قصتي. قام بعد فترة طويلة بيمرق طلال على المحل وبيشوفني، صار كل يوم ينطل لي ويطلب إني أشوفه ويهددني انه انا اذا ما بطلع معه بده يفضحني ويعمل لي مشاكل. قمت انا تركت المحل ورجعت على المدينه الجامعيه. كمان بالصدفه بيشوفني على باب الجامعه. ورجعت القصص من اول وجديد. والله ما بعرف وين بدي اروح. طيب ليش ما قلتي له لعيسى؟ عيسى الوحيد اللي كان مضيف معي. ما فيني اخسره. ايه بس ممكن يتفهم الموضوع. ويمكن يروح. وإذا عيسى راح من حياتي كلها بتنهار. وبعدين لازم توديني ما طلع معي شيء ولا أنا. شو هالحكي؟ ناطرين أنا لاقي الحل؟ القصة معقدة كثير أكثر ما كنت متخيل. كل فكرة ما تجيني ما يكون لها نتائج مكيسة. ما أنا هذا اللي حارق دمي، مالي عرفانة حالي شو ساوي. هلا مبدئيا لازم نكون مجموعة لتساعدنا يعني إذا احتجنا. بس شباب الله يخليكم أنا ما بدي حدا يعرف شيء. لا مو ضروري نقول لهم كل التفاصيل، بنحكي لهم الحكاية الأولى تبعك، المهم نكون شلة كلياتنا مع بعض. بتعرفي شو؟ أنا رأيي تروحي لعنده مرة ثانية بكرة وتحاولي تقنعيه. هيك بيكون معنا 3 أيام على الموعد الجديد. شو رأيك؟ طيب شو بدي اعمل بعيسى اللي وعدته اني ما اروح؟ هون مصيبه. وكمان ام نعرف بشو ما يفكر عيسى. مزبوط، لازم نعرف بشو عم يخطط. ايه، ولازم عيسى ما يستفزه لطلال لحتى ما يعمل لي مشكله مع اهلي. صحيح والله، يعني حتى لو عيسى كبسه قتله لطلال ما بنكون استفدنا شيء، بالعكس هيك بيكون عم يعقدها. طيب وهلا؟ هلا بنروح على المدينه، منه بنوصلي
ومنهم نشوف همام موفق وناخد رأيهم بالموضوع، وبيكون معنا بكرة كله للساعة 4. خمسة. خمسة لازم تكوني هناك، يعني للساعة. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. عامر رفيقي هندسه مدنيه وموفق. مرحبا. طب اسنان. يا اهلا وسهلا. زملائي بالجامعه. اهلا وسهلا. عايزه انا حكيتك تجي لعنا مشان نحكي بموضوع طلال. عايزه الشباب رفقاتي وبيعرفوا بالموضوع، وقت اللي صارت المشكله مع طلال عامر اللي هجم عليه. اخي عيسى، فيروز اختنا، ونحن جايين نحكي مع اخونا الكبير بموضوع بيخصنا كلياتنا، فيعني بتمنى انه انت ما تخجلنا. شو بدكم تحكوا؟ اول شيء نحن بنخاف على فيروز مثل اختنا واكثر، ولانك رفيقه انت بتخصها بنفس الدرجه، لهيك بدنا نفهم بشو ما تفكر مشان نقعد ونحل هالمساله. القصه لا بدها تفكير ولا بدها اجتماعات، هذا واحد سرسري بده ترباي. والله معك حق، بس يعني كيف بده يتربى؟ بهي بس نحن بدنا نعقد الموقف ونعلق مع واحد ازعر. انتوا ما حدا قالكم تدخلوا بنوك، انا بتصرف. هلا معلش روق لي حالك شوي وتسمعني. تفضل. انا برايي انه خلينا نخلي فيروز اليوم تروح وتشوفه. شو؟ طب بس خليني كمل كلامي. تفضل. انا عم اقول خليها تروح تشوفه بس لبين ما نلاقي لنا شي حل تاني، يعني غير الضرب والقتل. ولك هذا واحد ازعر ومهرب، يعني ما بيفهم الا بلغه القوه بس. بس أبدا الموضوع يوصل لأهله. وكيف بده يوصل؟ إذا ضربته لطلال ممكن ينتقم منه وفورا يروح يخبر أهله ويخبرهم إيشو عم نسرق ولا عم نقتل. بعدين عادي الموضوع، واحد عم يتحرش بمنتن ونحن عم ندافع عنه، يعني لا جريمة ولا قتل. والله ما عم بفهم، يعني نحن بدنا نحلها بدون ما حدا يتدخل. وكيف بدك تحلها يا شاطر؟ فهمني بصراحة، يعني هلأ ما عندي حل، بس يعني خلينا نقعد مع بعض ونفكر على هدوء. ويا سيدي خليها تروح اليوم، يعني ما رح تخرب الدنيا. استغفر الله العظيم. طيب يا عيسى وين المشكلة إذا فكرنا؟ المشكلة إنه ما حنلاقي طريقة غير اللي أنا قلته، نمسح فيه الأرض. طيب إذا كان لابد خلينا نلاقي لنا شي حل للقصة، وبجوز نلاقي حل تاني. أنت هيك رأيك؟ إيه عيسى الله يوفقك، الموضوع بده شوية روية. ماشي، نشوف شو حيطلع معكم. يا عيني عليك، بالله ما رحنا على المحاضرة الأولى وتأخرنا عليها كرمال نشوفك ونحل الموضوع. خلص هلا اقعدوا مع بعضكي ونرجع منشوفكي. ماشي. يلا سلام. يلا سلام. مرحبا. 10 دقايق متأخرة. عجقة سير. بعدين شو يعني إذا تأخرت جريمة؟ لا مو جريمة، بس مشان ما تصير عادة دائمة. طلال أنا أجيت لحتى أحكي معك بموضوع. بدك تجي لما تحكي معي كأنك مفضلي على اليحت اللي خلفني بالذوق. بصر ماي بدك تجي، بتعرفي ليش؟ لأنه أنا بدي إياكي تجي. طلال اترك شعري. وجعتك ما هيك؟ فيق علي مشان الله ما تواخذيني، مشان الله ما تواخذيني. شرفك ما اشتقتي لي. شبك؟ ليش ما عم تردي؟ طلال الله يوفقك. وطي صوتك. والله انا بحكي هيك، بحكي مثل ما بدي وين ما بدي وكيف ما بدي. بعدين بس تبطلي تعصبيني بحكي على الواطي، بحكي على الواطي. طيب ممكن احكي معك بموضوع وتوعدني انك تضل هادي؟ والله على حسب الموضوع. أنا بدي أشرح لك ليش هربت من البيت. ليش هربتي؟ أهلك ضايقوكي؟
ما عندي وقت ضيعه بهذا الحكي الفاضي. كل البنات بيحكوا نفس الحكي. أهلي ضغطوا علي وعم يظلموني، لهيك هربت. مو هيك بدك تقولي؟ لا، أنا هربت من البيت لأني شو يا خسي؟ ممكن تحكي معي بطريقة جدية شوي؟ اسمعي لي، حكيت مع مكتب عقاري مشان يأمننا بيت بدل هاي البهدلة بالكافيتريات. جهزي لي حالك لحتى تقولي لي يا سيدي على رواق، ولحتى أمن البيت بيضل موعدنا على ما هو، يوم إيه ويوم لا، الساعة 5. لك أنت واحد وسخ. اللي عم قوله بدك تنفذيه، فهمانة ولا؟ صار لك ساعة بتعيط وما عم نحكي شيء. كل هوا ولا ترجع على شغلك أحسن ما فضي براسك. ها، الواحد يقعد محله. سكر تليفونك ولا أحسن ما يكون آخر تليفون بتعمله بحياتك. عدي عدي، جدد لي الشاي. شوفي فيروز أفندي، حركات البنات هاي ما بتمشي معي، وهي الأنزعة تبع بنات الجامعة بطلي لي إياها أحسن ما بطل لك إياها بالكف. هذا الأنف لازم تكسريه، لأنه راح تكوني جاريتي، جاريتي بس. طلال يا بنت الناس، بعرضي بعرض أختي بدي إياكي، بالزوم بصر ماي بدي إياكي، كل شيء ممكن تفكري فيه كبي ورا ظهرك. لازم تكوني جاريتي، لك أنا هيك بحب. عشان ما تفهمي علي.